بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. سبحانه وتعالى هو العفو الغفور. نحمده تبارك وتعالى على نعمه التي لا تحصى ولا تعد. سبحانه وتعالى نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، خلق الظلمات والنور، جعل سبع سماوات طباقا، ما ترى فيها من تفاوت ولا فتور. ونشهد أن سيدنا محمدا وحبيبنا النبي الرسول، لك يا حبيبي في القلوب حفاوة، ولك الأراضي قد أحلت مسجدا، يا قبسة من نور ربك إننا يوم القيامة في انتظارك منجدا. وبحق من رفع السماء علية، أنت المشفع والشفيع المقتدى، صلى عليك الله يا عالم الهدى، يا من بعثت مبشرا ومؤيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الجمعة على قنوات مصر، القناة الأولى والقناة الفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية والقنوات الإقليمية وبعض القنوات الخاصة وشبكات الإذاعة المصرية من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة المباركة، رحاب المسجد الكبير بقسم ثاني الهياتم، عزبة الشرملوسي، مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. ننقلها لكم بمناسبة افتتاح هذا البيت العامر من بيوت الله الذي يأتي في إطار عدد من المساجد التي تقوم على افتتاحها وزارة الأوقاف، ما بين بناء بالجهود الذاتية وإحلال وتجديد وترميم لبعض المساجد في إطار مبادرة حياة كريمة. إخوة الإيمان، إن إنسانية الحضارة الإسلامية قائمة على ميزان التفاضل في الإسلام، وهو التقوى والعمل الصالح، كما يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إخوة الإيمان، والإنسانية في الإسلام هي أمر عقدي ومثال تطبيقي. حث الإسلام على مكارم الأخلاق، وضمن الحياة الكريمة، وضمن المساواة لكل الأفراد في المجتمع. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إخوة الإيمان، تدور خطبة الجمعة لهذا اليوم حول إنسانية الحضارة الإسلامية، وخطيبنا فيها هو فضيلة الدكتور نوح العسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون مكتب الوزير. إخوة الإيمان، يحضر معنا الصلاة في هذا اليوم الطيب المبارك الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كما يحضر معنا الصلاة الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، كما يحضر أيضا فضيلة الشيخ سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. إخوة الإيمان، خير ما نستهل به شعائر صلاة الجمعة في هذا اليوم الطيب الكريم القرآن الكريم، فإن أفضل ما تلاه التالون وعمل به العاملون كلام من قال للشيء كن فيكون. قال الله تعالى: وبهديه يهتدي المهتدون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. آيات بينات من الذكر الحكيم، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العظيم إن ربك هو الخلاق العليم إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما مت متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين
واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا
سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم المسجد الكبير
بقسم ثاني الهياتم عزبة الشرملوسي بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية. هذا المسجد الذي يفتتح اليوم والذي بني على الطراز الحديث وفيه الكثير من الزخارف والنقوش. يحضر معنا الصلاة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، والأستاذ الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والسيد اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، والشيخ سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والشيخ محمد العشر نائب وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، كما يكون خطيبنا في هذا اليوم فضيلة الدكتور نوح عبد الحليم العسوي وكيل وزارة الأوقاف لشؤون مكتب الوزير. إخوة الإيمان، في هذا اليوم الطيب المبارك، خير يوم من طلعت عليه الشمس كما أخبرنا بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال أكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، ندعو الله سبحانه وتعالى لمصر وشعبها، فاللهم إن مصر وشعبها في حماك، فاحمي حماك يا رب العالمين، ورد اللهم كل مغترب إلى أهله سالما غانما معافا من كل مكروه وسوء، واللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. حان الآن في القاهرة موعد أذان الظهر من يوم الجمعة، يرفع نداء الشيخ أحمد تميم المراغي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة الظهر من يوم الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع النداء الشيخ أحمد تميم المراغي من هذه الرحاب المباركة، رحاب المسجد الكبير بقسم ثاني قرية الهياتم
عزبة الشرملوسي بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بمناسبة افتتاح هذا البيت العامر من بيوت الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الحمد لله حبا، والحمد لله شكرا، والحمد لله رجاء وطاعة، والحمد لله دائما وأبدا، والحمد لله إيمانا، والحمد لله رضا ورجاء. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله يوما وشهرا وعمرا، والحمد لله دائما وأبدا. كلما حمدت ربي وجدت منه ما يرضيني. لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. إخوة الإيمان، خطبة الجمعة في هذا اليوم تدور حول إنسانية الحضارة الإسلامية، وخطيبنا في صلاة الجمعة هو فضيلة الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون مكتب الوزير. إخوة الإيمان، إن الإنسانية في الإسلام ركن عقدي وواقع تطبيقي، فدين الإسلام دين قائم على الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات، ودعوته إلى تحرير النفس من الذل وتعزيزه لمفهوم الكرامة. وحذر الإسلام من انحدار الإنسان نحو الرذيلة والتسافل الأخلاقي، وجعل تهذيب النفس والوعي والتكامل الأخلاقي وسيلة رادعة لمحاربة كل أنواع الفساد. ورسولنا الكريم بعثة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، سبحانه سبحانه، الغني الحميد، المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر
والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، إمام النبيين وخاتم المرسلين، ورحمة الله للعالمين أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسلك طريقه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ديننا دين الحضارة والقيم، بل هو منبع الحضارات والثقافات، دين يدعو إلى التراحم والتسامح، إلى التآلف والتعارف، إلى التعاون والتواصل بين جميع البشر على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ومعتقداتهم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه الحكيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والمتأمل في الحضارة الإسلامية يجد أنها احتلت مكانة رفيعة بين الحضارات الكبرى التي ظهرت في تاريخ البشرية، فهي أطول الحضارات عمراً وأعظمها تأثيراً في غيرها. ومن أبرز ما تميزت به الحضارة الإنسانية الإسلامية أنها حضارة إنسانية مليئة بالقيم الأخلاقية، حضارة تقرر العدل وترفض الظلم، حضارة تركز على الصدق وترفض الكذب، تؤكد على الأمانة وترفض الخيانة، حضارة تقرر احترام آدمية الإنسان وتحافظ على ماله وعرضه وترفض القتل وسفك الدماء، حضارة تؤكد على المساواة بين جميع البشر دون تفريق بينهم ودون تمييز بينهم. لذلك جاء تكريم الله تبارك وتعالى للإنسان على إطلاق إنسان على إطلاق إنسانيته، فقال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم. لم يقل ربنا سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا المسلمين وحدهم، ولقد كرمنا المؤمنين وحدهم، ولكنه سبحانه وتعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم دون تفريق بين البشر. وهذا ما وضحه رسولنا صلى الله عليه وسلم في خطبته الرائعة في حجة الوداع، حين وقف مناديا في الناس: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. فاحترام آدمية الإنسان وتقدير قيمته أيًا كان حيًا أو ميتًا مظهر من مظاهر
الحضارة الإسلامية، مظهر إنساني رائع من مظاهر الحضارة الإسلامية. وهذا ما ترجمه رسولنا صلى الله عليه وسلم عمليا حين مرت به جنازة رجل يهودي، فقام صلى الله عليه وسلم لها واقفا، فقيل: يا رسول الله، إنه يهودي أو إنها جنازة يهودي. فقال صلى الله عليه وسلم: أليست نفسا؟ وتتجلى إنسانية الحضارة الإسلامية في ترسيخ قيم المحبة والمودة والاحترام، في ترسيخ احترام الصغير وتوقير الكبير، في إعطاء كل ذي حق حقه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بياناً عملياً حين سجد ذات يوم في صلاته فأطال السجود، فلما انتهت الصلاة قال الناس: يا رسول الله، لقد سجدت في صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدها أبداً، أفشيء أمرت به يا رسول الله أو كان يوحى إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. فما أحوجنا إخوة الإسلام أن نحيي تلك القيم وأن نحافظ على إنسانية حضارتنا الإسلامية العظيمة من خلال ترسيخ هذه القيم الإنسانية، حتى يشملنا ربنا سبحانه وتعالى برعايته وعنايته. يقول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، أو كما قال ادعوا الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلك طريقه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لقد تميزت الحضارة الإسلامية بأنها حضارة عالمية، فرسولنا صلى الله عليه وسلم أرسله ربه إلى الناس كافة، فقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حضارة تعطي لكل مخلوق حقه في الحياة، لم تقتصر إنسانيتها على التعامل مع البشر فقط، بل امتدت إلى التعامل مع الحيوان، حتى جعلت سقيا كلب سبباً في دخول الجنة، كما جعلت حبس هرة سبباً في دخول النار. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، وفي رواية حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهكذا تكون الإنسانية مع الإنسان ومع الحيوان، مع المسلم مع غير المسلم. وهذا ما طبقه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه اقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر رضي الله عنه يمر ذات يوم فيجد رجلا كبير السن من أهل الكتاب يسأل الناس، فيقول له: يا شيخ، من أنت؟ يقول: أنا يهودي، أسأل الناس الصدقة لأنفق على نفسي وعيالي. فيتألم سيدنا عمر فيقول له قولته المشهورة: ما أنصفناك في شبيبتك وضيعناك في كبرك. ثم أمر له براتب شهري من بيت مال المسلمين،
هذه هي الإنسانية الإسلامية الرائعة، الحضارة الإنسانية الرائعة التي أرساها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر قلوبنا بمحبته، وأن يوفقنا لعبادته وطاعته، وأن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، ويسر أمورنا، وأصلح أحوالنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء ومكروه، واجعلها يا رب بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. عباد الله، تدبروا دائما قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. الله سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله.
سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.